أهلا بكم لليوم 42 بعد 300 وعلى بعد أقل من شهر على دخول العدوان عامه الثاني، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه النساء والأطفال والمنشآت المدنية والحيوية في قطاع غزة. عدوان أسفر حتى اليوم عن قرابة 150 ألف شهيد وجريح ومفقود. وفي الضفة الغربية تصعيد عسكري كبير وسط اقتحامات شبه يومية واعتقالات وتدمير للبنى التحتية. في المقابل تواصل المقاومة في قطاع غزة أو على جبهات الإسناد التصدي، موقعة الخسائر المجاعة في عديد جيش الاحتلال وعتاده. سياسيا تراوح المساعي في مكانها بفضل تعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وفي هذا السياق أفاد مصدر قيادي خاص للميادين بإجراء الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس اجتماعا ثلاثيا للبحث في إيجاد مخارج لأزمة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. توازيا مع التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، بدت لافتة زيارة الرئيس الإيراني العراق، والتي تعد أولى محطاته الخارجية بعد توليه منصبه. يواصل زيارته بالتوجه إلى كردستان العراق، حيث ستكون له لقاءات مع قيادات الإقليم. إذن أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية المباشرة والمستمرة للعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية ولرد المقاومة عليه في القطاع وعلى جبهات الإسناد. نرحب خلال هذه الساعة من التغطية بضيفنا الدكتور محمد قانصو الخبير في العلاقات الدولية، أهلا بك. وبالدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس معنا من رام الله. صباح الخير دكتور أحمد. أبدأ معك دكتور محمد قانصو، وبالحديث عن المفاوضات، بالأمس صدر بيان حركة حماس بعد اللقاء مع الوسيطين المصري والقطري. ما الذي يفهم من هذا البيان الذي أكدت فيه حماس رفضها لأي تعديل على ما جرى التوافق عليه في 2 تموز؟ يظهر مصداقية حركة المقاومة الإسلامية حماس في موقفها اتجاه اقتراح ما سمي بايدن باقتراح بايدن، والتي وافقت عليه وأبدت مرونة منذ أن أعلن عنه الرئيس الأمريكي ب 2 تموز وتم تأييده بقرار من مجلس الأمن. موقف حماس ثابت، أبدت مرونة، أبدت إيجابية، وأصبح جليا وواضحا أن من يعرقل هذه الصفقة هو نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وأصبح كل فترة يضع ويستحدث شروط جديدة الهدف منها العرقلة. موقف حماس ثابت بأنه لن تقبل المقاومة الفلسطينية بأي تواجد عسكري إسرائيلي أو غير إسرائيلي على أي منطقة في غزة أو أي محور، سواء فيلادلفيا أو نتسريم أو أي بقعة على المساحة الجغرافية لغزة. الإسرائيلي ونتنياهو يضع شروط ويستحدث شروط، وكلنا نعرف أن عندما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن مقترحة، قال أعلن مقترح وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو، وعندما أجابت حركة حماس بالإيجاب وبالمرونة انقلب الموقف الصهيوني وبدأ يضع المزيد من الشروط والعراقيل، وأصبح حتى لدى الوسطاء القطري والمصري أصبحوا يعرفون تماما أن الحكومة الإسرائيلية والوفد الإسرائيلي لن يتعاطى بمرونة وإيجابية في هذه الصفقة، بل دائما يضع العراقيل لعدم إبرام هذه الصفقة، وحتى لا يريد أن يخرج أسراه، بل نراه في الميدان هو من يقتل، الجيش الإسرائيلي يقتل أسراه، وليس آخرهم الستة الذين قتلوا في القصف والعدوان الإسرائيلي. دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بالحديث عن بيان الذي صدر عن حركة حماس والذي شددت فيه على أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي، أيضا إضافة إلى ذلك رحبت بحوار وطني من أجل البحث في المرحلة المقبلة، كيف نفهم هذا البيان والتوكيدات التي وردت فيه؟ بالتأكيد يعني إدارة قطاع غزة هي مسألة فلسطينية فلسطينية، ولأن ذلك ربما يكون صعبا وصعبا جدا، حتى لأن القوى الدولية على رأس إسرائيل ومن يدعم إسرائيل ترى أنه حماس لا مكان لها في الحاضر ولا في المستقبل، وبالتالي هي تريد أن ترتب الأوضاع بطريقة مختلفة. حماس ليس لها مكان. أكثر من ذلك على فكرة إسرائيل
ترغب، مش ترغب، تعمل من أجل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، عن القدس، هي تبحث عن تسوية أمنية للفلسطينيين. برأيي أنه بعد 7 أكتوبر إسرائيل غادرت فكرة التسوية الندية والتشاركية والاندماج من خلال الاتفاقات. لا، إسرائيل الآن تندمج بالقوة وفقط بالقوة، بالتالي بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هي عمليا تريد أن تفرض الشروط ولا أن تشارك وضع الشروط. لهذا السبب حماس عندما تقول ذلك، حماس تدرك عمق أزمتها، تدرك أيضا اللحظة التاريخية التي هي فيها، تدرك أنه إسرائيل ألحقت بها أذى كثير، وبالتالي من أجل الخروج من عنق الزجاجة، من أجل القبول، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة جدا، هي تبحث أيضا عن شراكة فلسطينية فلسطينية قد تسهل الأمور، وقد تجعل من القبول الدولي لهذا الأمر يكون أفضل. بالتالي حماس عمليا ترغب. أنا برأيي أنه يعني حتى أذهب بعيدا، المسألة النضج في القرار الفلسطيني، أعتقد أنه أرجو أن يكون ذلك صحيحا، أنه لابد من مصالحة فلسطينية، مصالحة فلسطينية للضرورة، يعني اتفاق الضرورة من أجل الكل ينجو. لأنه ليه حماس فتح على جدول الضرب، على جدول الشطب اثنين، يعني وأنت ترين أنه إسرائيل عمليا لا تريد لا فتح ولا حماس، ولا تريد السلطة الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة، وتريد أيضا السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية محسنة ومعدلة بحيث تكون يعني على المقاسات الإسرائيلية. لهذا السبب المصالحة الفلسطينية هنا، وهذا البيان في هذه اللغة التصالحية مع الداخل الفلسطيني على الأقل، هذا مهم جدا للخروج من عنق الزجاجة الحالية. الجملة الأخيرة، الحصار هنا مش بس إسرائيلي، الحصار مش بس إسرائيلي، ومحاولة شطب الجميع مش بس قرار إسرائيلي أو رغبة إسرائيلية، لا، هذا رغبة مختلفة ومتعددة. أنت ترين أن الإدارة الأمريكية تطلب بوقاحة، تطلب من السلطة الفلسطينية التحديث والتعديل، وتقول أنه حماس إرهابية. إذا مع من تتفاوض؟ يعني شو التفاوض اللي يدار هنا؟ لا، المسألة في كما قلت توجه لفرض تسوية أمنية على الفلسطينيين. نعم، لمزيد من التفاصيل حول التطورات في قطاع غزة مشاهدينا، ينضم إلينا من خان يونس مراسلنا أحمد غانم، ومن جنوب لبنان معنا أيضا علي مرتضى. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك الزميل أحمد غانم من خان يونس وآخر التطورات. لا، العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلا. الليلة الماضية شنت إسرائيل عددا من الغارات، طاولت منازل مدنية مأهولة بالسكان وأخرى مخلاة في حي الزيتون، وكذلك في منطقة المشاهرة بحي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة. قصف الجيش الإسرائيلي منزلين، أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 9 شهداء في كلا الحدثين المنفصلين، وكذلك أيضا أغارت طائرات حربية إسرائيلية على منزلين في منطقة جباليا، أحد هذه المنازل مخلا من السكان، والمنزل الآخر لعائلة صيام في محيط منطقة مسجد التوبة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع عدد آخر من المصابين. العدوان الإسرائيلي على غزة ما زال مستمرا، ولا سيما في حي الزيتون، حيث تراجعت بعض الآليات الإسرائيلية من الحي ووصلت إلى محيط ما يعرف بمنطقة عليين جنوب حي الزيتون، ويطلق الجيش الإسرائيلي النار على كل من يقترب من هذه المنطقة، بينما يقصف بالمدفعية مناطق واسعة من المدينة، بينها حي الصبرة. وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة شهدنا مجزرة مروعة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي يوم أمس مدرسة الجاعوني، وهي إحدى مراكز النزوح، تضم أكثر من 5000 نازح، قصفها الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي، ما أدى إلى ارتقاء 19 شهيدا، بينهم 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. المكتب الإعلامي الحكومي دان هذه المجزرة، ودان عملية استهداف مراكز الإيواء التي طبعا بطبيعة الحال تتبع في معظمها لوكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. معظم الجرحى والشهداء وصلوا أشلاء مقطعة إلى المستشفيات. قبل نصف ساعة أغارت طائرات حربية على منزل في منطقة الدعوة شمال المخيم الجديد، ما أدى إلى وقوع أو لم يبلغ عفوا في عملية القصف هذه عن وقوع إصابات لأن المنزل كان مخلى. وطوال الليلة الماضية شهدنا انفجارات وقصفا عنيفا على محور نيت ساريم ولا سيما منطقتي المغراقة وشمال المخيم الجديد خان يونس. يسمع بين الحين والآخر أصوات لقذائف مدفعية تطال الأحياء الشرقية للمدينة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على المنطقة الغربية لمدينة رفح ولا سيما تل السلطان ومحيطها. بين الحين والآخر يقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة الشاكوش إلى الغرب من مدينة رفح، وهو ما أدى خلال الليلة الماضية لوقوع عدد من الإصابات. كل الشكر لك أحمد غانم، حدثنا من خان يونس في قطاع غزة. إلى جنوب لبنان معك علي مرتضى، ماذا رصد من مستجدات على جبهة الإسناد اللبنانية سواء صباح اليوم أم خلال ساعات الليل؟ صباح الخيرات علاء. في الحقيقة دعيني أبدأ بالأحداث الآنية التي وقعت قبل قليل، حيث أطلقت قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة علم الشعب، كذلك رصدنا نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. تقديراتي بأن الهدف موجود حول موقع الجرداح، في محيط موقع الجرداح أو في موقع الجرداح. أطلقت هذه النيران باتجاه تلك المنطقة، يعني الجرداح عرب عرامشي، هذه المنطقة، هذا المحيط. على الأرجح أننا أمام استهداف موقع الجرداح، ولكن الأكيد بأن نيران مباشرة من لبنان أطلقت باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. عدا عن ذلك كان هناك غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة يارون، كذلك كان هناك في الصباح تبني من قبل حزب الله لاستهداف موقع بياض بليدة بالأمس عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بقذائف المدفعية الثقيلة. بالأمس كان يوم ذات مستوى نيراني عالي للغاية، إن كان من قبل العدو الإسرائيلي عبر الاعتداءات الإسرائيلية وإن كان أيضا عبر عمليات المقاومة. نتحدث عما يقارب 27 غارة حربية بالأمس، حزام ناري فجرا ب 14 غارة في محيط بلدة زبقين والشعيتية والإليلة، وباقي الغارات استهدفت البلدات اللبنانية المنتشرة على الحدود من دير سريان، الناقورة، ياطر، بيت ليف، رشايا، الفخار، وصولا إلى مجد الزون أخيرا. أما بالنسبة لعمليات المقاومة فوصل تعداد العمليات التي نفذها حزب الله 9 عمليات عسكرية. بالأمس شاهدنا وبعدما كنا قد شاهدنا دخول أو عودة للجماعة الإسلامية قوات الفجر للعمل المقاوم في الجنوب بعد تنفيذهم عمليتين عسكريتين أمس أو أول من أمس. أيضا تقوم كتائب القسام بالأمس بعملية عسكرية ب30 صاروخ كاتيوشا أطلقت باتجاه مرابط مدفعية العدو في خربة ماعر. كنا قد تحدثنا عن استهداف في خربة ماعر صباحا لم يتبناها حزب الله، ليتبين بعدها بأن كتائب القسام هي من قامت بها. بحسب حزب الله فقد تم استهداف بالأمس 9 عمليات عسكرية نفذها حزب الله، تم استهداف 4 انتشارات للجنود. التجمع الأول كان موجود في محيط موقع الراهب، استهدفوا بالأسلحة الصاروخية. أيضا في المطلي وخلف دشمة استهدفت هذه الدشمة واستهدف تجمع الجنود في ذاك المكان، ردا على الاعتداءات في زبقين وسلسلة الغارات التي نفذت عفوا في زبدين وليس زبقين. استهدف حزب الله أيضا حاجزا عسكريا في مستعمرة دان، أصاب هذا الحاجز إصابة مباشرة وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سقوط جرحى. وكذلك في موقع العباد كان هناك تموضع للجنود استهدف. عدا عن ذلك أيضا نفذ حزب الله 4 عمليات عسكرية تأتي في إطار الردود، إن كان على الاغتيالات وإن كان على الاعتداءات، حيث رد على اغتيال ميس الجبل باستهداف تكنت ميتات بصلية صاروخية من صواريخ الكاتيوشا. رد أيضا على الاستهداف المكثف بقذائف المدفعية باتجاه الخيام وعيط الشعب، وكذلك الغارات في عيط الشعب باستهداف مربض الزعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا. كذلك ردا على الغارات التي استهدفت أطراف بلدة زبقين، استهدف قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا. كذلك استهدف مواقع في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة، موقع رويسة القرن وثكنت زبدين. تلاحظين ألا بأن مستوى النيران مرتفع من قبل الطرفين. العدو الإسرائيلي ابتدأ بالأمس اعتداءاته عبر سلسلة من الغارات، 14 غارة جوية في حدود في محيط بلدة زبقين، ما أدى إلى اشتعال المواجهات هذه
حتى أواخر ساعات الليل، يعني حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بقيت العمليات العسكرية تحدث، وفي المقابل بقيت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف المناطق الحدودية، وبالتالي بإمكاننا اختصار المشهد بأنه بالأمس وبعد الاعتداء الذي نفذه الإسرائيلي ارتفع مستوى النيران على الجبهة المساندة اللبنانية المساندة لمقاومة غزة وأهلها وشعبها الصامت. من جنوب لبنان علي مرتضى كل الشكر لك، إلى بغداد ومعنا من هناك مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. مرحبا عبد الله، يعني منذ قليل وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى كردستان العراق إلى إربيل، ما أهمية زيارة هذا الإقليم وأي رسائل يحمل؟ تحية لك آلاء. طبعا الزيارة بالنسبة لجدولها هو وقد وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إربيل بكردستان العراق، وكان في استقباله رئيس الإقليم ميشيل بارزاني. من المفترض أن يكون طبعا هناك لقاء مع القوى السياسية الفاعلة في إقليم كردستان العراق مع بحضور رئيس الإقليم وكذلك مشاركة من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ورئيس الإقليم في هذه الاجتماعات. طبعا من المفترض أن تكون هناك أيضا زيارة للرئيس الإيراني بعد إنجاز الاجتماعات في أربيل للانتقالات الإيمانية للقاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وعلى رأسها الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيسه بابل طالباني. هناك طبعا علاقات تاريخية بين الجمهورية الإسلامية وإقليم كردستان العراق على عدة مستويات، طبعا ليس أولها وليس آخرها العلاقات السياسية المميزة التي تجمع طهران بالقوى السياسية في إقليم كردستان العراق. طبعا هناك عدة مواضيع وملفات مشتركة سيتم مناقشتها، لكن قبل زيارة الرئيس بازشكيان كان العراق قد وصل إلى خواتيم ملف القوى الإيرانية والأحزاب الانفصالية التي كانت لها مقرات وحضور في إقليم كردستان العراق. كان هناك 77 مقرا وتم الإعلان عن العراقي وتسليم السلاح التي كان لدى القوى الانفصالية الإيرانية لقوات البشمركة. هذه الزيارة طبعا بعد إقليم بعد إربيل والسليمانية سنتقل الرئيس الإيراني إلى محافظة البصرة، وكذلك طبعا هناك زيارة دينية لمحافظتي النجف وكربلاء. طهران في إقليم كردستان العراق على مدى التاريخ وعلى مدى السنوات الماضية، وكذلك وقوف طهران وحضور مستشاريها من حرس الثورة في مرحلة مواجهة داعش عندما تعرض إربيل لخطر نفاذ مسلحي التنظيم من ضواحيها إلى مركزها، هي علاقة تراكمت فيها المواقف الداعمة من قبل الجمهورية الإسلامية لإقليم كردستان العراق، وهذا ما يعلنه الإقليم والذي دائما ما يثبت أو تثبت قيادته ممثلة برئاسة الإقليم حضورا في الملفات المهمة وفي المنعطفات التاريخية المهمة. دائما ما تثبت إربيل برغم علاقاتها المتميزة والخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب عموما، لكن لا يمكن لها أن لا تبقي علاقتها مع طهران بمستوى عالي جدا في تنسيق المواقف سواء لما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو حتى لما يتعلق بأزمات الداخل العراقي التي غالبا ما تكون طهران حاضرة معالجة الأزمات التي تعصف بالتجربة السياسية العراقية بين حين وآخر. مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران كل الشكر لك. وبالعودة إلى ما كنا نتناوله في الحديث عن المفاوضات وبيان حركة حماس دكتور محمد قانسو، إلى ما يؤشر ثبات حركة حماس على موقفها الرافض لأي تعديلات على ما تم الاتفاق عليه في 2 تموز، علما أن ضيفنا دكتور أحمد عوض قال أنه حماس تدرك أهمية اللحظة، تدرك أنها أمام لحظة تاريخية وأن هناك نضج في الموقف الفلسطيني. الكل يعرف أن هذا المقترح وهذه المحادثات الأخيرة هي الفرصة الأخيرة كما عبر عنها الأمريكي، أنها الفرصة الأخيرة للحل أو انعقاد الصفقة وتبادل الأسرى. حماس ثابتة على مبادئها وعلى سيادة أراضيها وعلى حماية شعبها، ف
هي متصالحة مع نفسها ومع شعبها، ولديها بيئة حاضنة من الشعب الفلسطيني كله يقف وراء مقاومته الباسلة بعد 12 شهر من الحرب، وهذه الحرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ومئات الآلاف بين شهيد وجريح، لن تقدم أي تنازل حماس في هذا الإطار، فدماء الشهداء أمانة في أعناقها. ومن ثم من يريد التوصل إلى صفقة لا يقوم باغتيال رأس هرم حماس ورأس قيادتها الذي هو من المفترض من يقوم بالتفاوض، واغتيال إسماعيل هنية في طهران. فهذا العدو الصهيوني يريد أن يناور ويراوغ ويكسب المزيد من الوقت للوصول إلى الانتخابات الأمريكية في 5 تشرين الثاني في هذا العام، لعله يغير في الواقع الأمني والعسكري والسياسي، وخاصة بعد خيباته وهزيمته. حتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه المزعومة في غزة ولن يحقق، ومن ثم أراد أن ينتقل إلى جبهة أخرى لينفس عن فشله في غزة، وذهب إلى الضفة ويحاول التصعيد في محور الجنوب وشمال فلسطين. هذا كله مرده نتيجة الهزائم التي مني بها الجيش في الميدان، هذا الجيش المنهك والمهزوم والذي لا يستطيع أن يقوم بحروب إضافية. ولكن نتنياهو ووراءه اليمين المتطرف المتمثل بسموتريتش وبن غفير يحاول دائما أن يجد ملعبا آخر أو يجد محور لإشعاله، لعله أن يريد أن يستدرج حلفائه على رأسهم الأمريكي إلى حرب إقليمية أو أكبر في هذا الإطار، لأن نتنياهو يعلم تماما أنه يخوض حرب استراتيجية وحرب وجود وحرب مصير بالنسبة لهذا الكيان. فمن هذا المنطلق هو يريد أن يطيل بأمد الحرب، ويعمد حاليا على ابتزاز الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الاستحقاق الانتخابي، كونه يملك كتلة ناخبة كبيرة وضاغطة اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي. من هذا المنطلق هو لا يريد أن يصل إلى حلول، وهو منذ الأسبوع الأول من العدوان فعل بروتوكول هانيبال، فهو لا يريد حتى الأسرى. من يضغط في هذا الإطار هو الأمريكي. كانت إدارة بايدن تسعى للضغط للوصول إلى هدنة مؤقتة، وأساسا كل المقترح وكل الأدبيات الأمريكية لم تحدد وقف إطلاق النار، إنما كانت تقول دائما مصطلح وقف مؤقت أو هدنة إنسانية في هذا الإطار، لعله يستفيد منها في الاستحقاق الانتخابي لصالح الحزب الديمقراطي. انطلاقا مما تفضلت به ووصفته بمحاولة نتنياهو ابتزاز الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نسأل دكتور أحمد عوض، يعني وفق القناة 12 الإسرائيلية قالت أن هناك محاولات إسرائيلية حثيثة لتحويل الاهتمام والقوات نحو الشمال، إلا أن الأمريكيين لا يريدون أي تصعيد في الشمال على اعتبار أن ذلك سوف يقود إلى حرب متعددة الساحات، ما سيضطر الولايات المتحدة إلى الدخول المباشر على خط هذه الحرب. برأيك هل أمريكا فعليا غير قادرة على إنهاء الحرب وفرض صفقة، أم أنها عاجزة، أم أنها لا تريد ذلك في الوقت الحالي؟ كيف يمكن أن نفهم الموقف الأمريكي والمساعي الأمريكية على خط المفاوضات؟ يعني القانون الأساسي هو أن أمريكا شريكة، يعني لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي شيء دون تنسيق وترتيب وتغطية وتمويل من أمريكا. بالتالي يعني ليس هناك داعي لإيهام نفسنا أنه إسرائيل ضد أمريكا وأمريكا ضد إسرائيل، أو يعني بينهم تعارض في المصالح. لا، تعارض في النهج، هذا صحيح، لأنه مثلا إدارة بايدن كانت ضد حكومة نتنياهو وحاولت أن تسقطه وتعاملت مع غيره واستضافت غيره وكانت صريحة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر يعني. ولذلك السبب نتنياهو من الصعوبة بمكان أنه يهدي بايدن أي هدية الآن، يعني كان الدخول في صفقة حقيقية لآخره. تعليقا ما ذكر دكتور محمد، أضيف شغلة مهمة، كيف تحولت المفاوضات إلى أن تكون سيف مسلط على الشعب الفلسطيني وأيضا وسيلة من وسائل إطالة الحرب. عمليا المفاوضات التي أديرت كانت عبثية بكل معنى الكلمة، لأنه مفهوم الوساطة انضرب تماما، المرتكزات التفاوض برضو غلط،
لانه امريكا اسرائيل كانت تدخل لهذه المفاوضات باعتبارها المنتصره وحماس هي المنكسره، بالتالي لا داعي هناك لفرض شروط. ثانيا اسرائيل لم تكن تفاوض بالمعنى الحقيقي للكلمه، كانت تضغط عسكريا في الميدان، وكانت الوسيط بين قوسين الامريكي اللي هو شريك كان يغطي ذلك، وبالتالي المفاوضات كلها كانت عبثيه. واذا اضفنا الى ذلك المساله الكبرى انه اسرائيل كانت تضيف كل مره شرط تعجيز جديد، اذا كانت المفاوضات عمليا هي مش بس لشراء الوقت واطاله الحرب، لا هي تحويلها الى ايضا ديكور مكمل لاستمرار الحرب، يعني في حرب وفي مفاوضات، ما حدا يزعل، في حرب وفي مفاوضات، وبالتالي لا اديرت المفاوضات بطريقه اذا بدك محترفه جدا جدا، وكانت ترضي بعض الاطراف، تمتص غضب بعض الاطراف، في ناس ما كانت تراهن على التفاوض، لهذا السبب تشدد حماس بالمناسبه مش لانها بدها تتشدد، لانها اكتشفت انه قديش في سخريه في الموضوع، وبالتالي اذا كل مره بدها تنزل مع يعني تتعامل مع الجنود نتنياهو بصيرش هذا التفاوض، بصير حماس عمليا تضحك على نفسها تضحك على جمهورها، لذلك لا يعني التفاوض هذا ايضا كان عبثيا. الان امريكا هل هي بحاجه لحرب او بعدم؟ مش بحاجه لحرب، ايضا باختصار وبدقه امريكا تريد حرب، ولكن تريد حرب بشروطها بظروفها بقوانينها، مش بجنون نتنياهو، مش بجنون الصهيوني الديني اللي انجنت، اللي عمليا بعد 7 اكتوبر طلع كل الغرائز، طلع كل لغه الانتقام، طلع فكره اسرائيل بعد 7 اكتوبر تعيد تعريف نفسها، تعيد تعريف نفسها بالضبط انها دولة يهودية محاطة بالمجرمين زي ما كان نتنياهو، ويجب عليها فقط أن تكون قوية وعدوانية، مش قوية، عدوانية عنيفة بقاتلة. أمريكا لا، عند حساباتها أمريكا إمبراطورية، لذلك هي مع إسرائيل، ومع أنه إسرائيل تنتصر علينا مش بس تدافع عن نفسها أو حق الدفاع عن نفسها، لا هي عمليا أمريكا مع أنه تنتصر، ممنوع إسرائيل تنكسر، لكن بشروطها، يعني بشروط العقل الأمريكي، طريقة العقل الأمريكي اللي فيه احتواء، اللي فيه تسويات، اللي فيه تدوير زوايا، اللي فيه إغراء، اللي فيه أيضا تلويح بالقوة، مش على طريقة إسرائيل. إسرائيل انجنت عمليا، انجنت إسرائيل، لا تريد أن تدخل في صراع في تسوية مع حدا، حتى جبهة لبنان مثلا هي تعرف أنه لو الظروف مش ظروف عملت حرب، وهي الآن تلوح من أجل حرب. على فكرة ما يجري في جنوب لبنان على فكرة حرب حقيقية، زي ما كان مراسلكم الكريم علي اعتقد، نعم، وكان انه علي مرتضى انه في حرب حقيقيه، صح حرب حقيقيه، لو اسرائيل الظروف مش ظروف تعمل حرب تماما، لذلك اسرائيل عمليا كما قلت مع الحرب، مع الحرب حقيقيا، لكن واضح انه امريكا بتقول لها انه تكبح جباحها قليلا، بتحاول ان تعقلها هنا او هناك، تحاول ان تلوح لها بعقوبات هنا او هناك، ولكن امريكا ليست ضد اسرائيل، ليست مع انه اسرائيل ضعيفه او اسرائيل مكبله اليدين على الاطلاق، الفرق هو انه حرب منخفضه الوتيره ولا حرب عاليه الوتيره، هذا هو الفرق. دكتور محمد قنصو، هل توافق على ذلك انه الخلاف الامريكي الاسرائيلي هو على شكل الحرب، هو على الاسلوب لا على الجوهر؟ هناك تفاوت بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي، ولكن الأمريكي اليوم يمارس النفاق السياسي في إدارة هذا العدوان، فهو تارة يكون وسيطا، وفي نفس الوقت هناك جسر جوي وإمدادات وضوء أخضر غير مسبوق بالدعم المالي والعسكري وأطنان المتفجرات، فمن يريد أن يوقف الحرب عليه أن يمارس الضغط بمصداقية وبجدية على الجانب الإسرائيلي ليثبت أنه وسيط نزيه ووسيط يريد التوصل إلى اتفاق. نحن نعرف أن الأمريكي أيضا يدافع عن استثماره في الشرق الأوسط، هذا الكيان هو استثمار لخدمة المشروع الاستعماري الأمريكي والغربي، فمن هنا نجد أن الأمريكي هو من يقود هذه الحرب بالأصالة، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى إدارة بايدن تختلف بوجهات النظر في هذا الإطار، تحاول أن تضغط لتصل إلى هدنة مؤقتة تستفيد منها انتخابيا على المستوى الرئاسي، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن تغضب اللوبي الصهيوني اليهودي الناخب داخل الولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو. ونتنياهو في هذا الأمر
يحاول أن يستفيد من الطرفين في هذا الإطار ويبتز الطرفين ليناور ويستفيد بلعبة الوقت لعله يحقق أي إنجاز بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة. دكتور أحمد عوض، كيف يفهم السلوك الأمريكي في هذه اللحظة الحساسة عشية الانتخابات، ولا سيما أنك قلت أنه نتنياهو لن يهدي الديمقراطيين وقفا لإطلاق النار؟ يعني تحولت، سبحان الله، تحولت غزة المدمرة المحاصرة الجائعة المطرودة الثكلة إلى أن تكون هي ربانة الميزان في الانتخابات الأمريكية. أصبحت غزة موضوع، أصبح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي موضوع، أصبح الموقف من فلسطين موضوع حساس وحقيقي، واضطر المرشحان أن نتحدث عن ذلك كل بطريقته. ولكن الغريب أنه كيف تم تناول ذلك. طبعا تم تناول ذلك بكامل الاستعلائية والعنصرية وقلة الإنسانية والتوحش، أنه لم يذكر أحدهما أي رقم من الشهداء الفلسطينيين أو الدمار أو إلى آخره، لم يتم ذكر ذلك، ولكن تم ذكر الأسرى الرهائن الإسرائيليين كما يسمون، باعتبار أنهم هم الأرقى والأعلى والأحسن والأفضل والأحق بالحياة، وهذا كذا على فكرة جدا عنصري. لم يتم الإشارة إلى المعاناة الفلسطينية على الإطلاق، ولكن أيضا تم الإشارة إلى أنه حماس إرهابية، يجب شيطنة الفلسطيني العربي والمسلم، يجب شيطنته لأنه لتسهيل ضربه، لتسهيل شطبه، لتسهيل تجريمه ومحاكمته، هي على فكرة عقلية إجرامية واستعلائية. لا، للرغم كل ذلك عمليا اثنين كلاهما قدم حسن سلوكه، قدم اوراقه، قدم انه هو مع الاسرائيل وما تفعل، وواحد منهم معطيها كل شيء، والثاني بيحاول يعني على طريقه الديمقراطيه الدائمه اللي هي انه يظل في نوع من الادعاء بحقوق الانسان والديمقراطيه الى اخره. لكن اثنين عمليا وافقوا لاسرائيل كل ما تريد. واضح ضغط اللوبيات، مش اللوبي واحد، اللوبيات الصهيونيه واليهوديه والاسرائيليه عليهما. واضح القدره انه القرار الامريكي فيما يخص الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو قرار مش بايد امريكا قد ما هي بايد اللوبيات المختلفة والمتعددة. الخطورة هنا شو الخطورة؟ الخطورة ترامب اللي هو ممكن يفوز. ترامب قبل هذه المناظرة قال إنه إسرائيل مساحتها صغيرة ويجب توسيعها. قبلها بعدها نتنياهو قال إنه مساحة إسرائيل 1% من مساحة الوطن العربي. عمليا نحن نتحدث هنا عن نزعات استعمارية، نزعات فيها ضم أو حروب أو كلا الأمرين، حروب وضم. بمعنى أنه هل يمكن إعطاء الضفة الغربية لإسرائيل كما تم إعطاء الجولان لإسرائيل في المرحلة الأولى من رئاسة ترامب؟ هل ممكن جدا يكون هناك في حروب معينة إسرائيل تأخذ فيها أراضي جديدة؟ نحن نتحدث هنا عن يمين متطرف علماني وديني مجتمعين مع بعض، بحيث أنه ممكن جدا أن يكونوا هذا ترجمة لكل العنف، لكل العنف الليبرالي والعنف ما بعد الحداثي إلى آخره. وهذا كلام من أقذر ما يمكن على فكرة، أنه أنت متقدم تكنولوجيا وليبراليا، ولكن أنت الحق بالحياة من غيرك، وأن رأس المال فوق كل الناس وكل الحدود، كل الشعوب، كل وهذا الجنون. يعني عمليا الحضارة الغربية تروح على الجنون. على كل، إذا نحن نتحدث عن إعلان على العدوانية والتوسع والتوحش والرغبة حتى بالقول أنه إسرائيل صغيرة الحجم ويجب توسيعها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك جنون، حقيقة جنون. وبالتالي علينا أن ننتبه وأن لا نستنيم ولا نتوقع أنه يقف الحرب لأنهم اختلفوا أو بدهم يشفقوا علينا. يجب أن نسأل إحنا أسئلة حالية، أنه هل يمكن إيقاف الحرب هذه بقرار من عندنا، بقرار من الإقليم، بقرار من شعوب الإقليم، بقرار من هيئات الإقليم، قوان فاعلة، قوان حية؟ هذا هو السؤال. هل فعلا دكتور محمد سوف نكون أمام سيناريو مجنون كما وصف الأمر دكتور أحمد؟ يعني نتنياهو من خلال ما يقوم به في الضفة الغربية، إذا ما أخذنا أيضا بعين الاعتبار وعد ترامب بضم الضفة الغربية وكل هذا الحديث الذي أورده دكتور أحمد، ولا سيما أنه ترامب كان بالفعل قد قدم لنتنياهو الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وحتى ضم الجولان المحتل. طبيعة الحال لنتفق أولا أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني هي سياسة ثابتة تطاعها الإدارات وليس شخص الرئيس.
فمن هذا المنطلق هناك تفاوت ومزايدات ما بين المرشحين لكسب الناخب الصهيوني داخل الولايات المتحدة. طبيعة الحال أن ترامب يعني هو يغالي في الدعم لهذا الكيان، ولكن نتنياهو يمارس جنونه منذ اليوم الأول في حرب الإبادة التي يقوم بها، فهذه حرب إبادة ليست فقط للبشر وإنما لكل مقومات الحياة، ونراه يوميا يضرب البنى التحتية سواء في غزة أو في الضفة، ويحاول أن يستغل الظرف الدولي الداعم له على مستوى الأمريكي، وهو يعرف أنه محصن سياسيا وقانونيا على مستوى الفيتو الأمريكي داخل الأمم المتحدة، فهو يمارس إجرامه ويمارس جنونه بمزيد من قتل الأبرياء والمجازر. وحتى الآن لا يوجد لديه أي إنجاز يسجل له إلا إذا اعتبر أن مئات آلاف دماء الشهداء من أطفال ونساء ورجال، هذا هو الإنجاز النوعي الذي حققه خلال هذه الأشهر الـ11. فنحن نرى أنه يريد أن يوسع رقعة الحرب ويستفيد من فترة الانتخابات الأمريكية ليضع واقعا جديدا يفرضه على أي رئيس سوف ينتخب في 5 تشرين تاني. من هذا المنطلق يحاول أن ينقل الحرب إلى الضفة الغربية، ويحاول أن يقوم بحرب استباقية. أساسا هذا الكيان هو منذ زرعه في الشرق الأوسط قام على الحروب الخاطفة والاستباقية، أما اليوم فهو يخوض حرب على أراضي 48، فهذا يشكل خطر مصيري ووجودي على هذا الكيان. واليوم هناك محور للمقاومة وساحات لم يعد بإمكان الكيان أن يستفرد في هذا الإطار. نتنياهو يحاول أن ينجز غزة وأن ينهي التواجد، وحتى الآن هناك تصريحات من جنرالات تقول أنه نريد أيضا سنة أخرى لنحاول أن نضعف إمكانيات حماس وليس القضاء عليها، وحتى الأمس كان هناك صليات صواريخ من شمال غزة. هذا في الإطار. أما في موضوع الضفة الغربية، الضفة الغربية حاول نتنياهو جاهدا أن ينقل الحرب، وسمعنا وزيرة الاستيطان تطالب الكابينت الإسرائيلي بأن نعلن الضفة الغربية ساحة حرب. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بحرب استباقية على المخيمات لضرب الخلايا المقاومة لحماس وفصائل المقاومة، وقد وجه بمقاومة صلبة وباسلة داخل هذه المخيمات، ونحن نعرف الواقع الموجود في الضفة الغربية. هو اليوم يحاول أن يحقق الإيديولوجية الصهيونية والعقيدة اليمينية المتطرفة بالتوسع على قاعدة إنشاء إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، وهذا في إطار عملية الترانسفير القديمة الجديدة بأن يهجر أهالي الضفة الغربية إلى الأردن وغور الأردن، وأهالي غزة إلى سيناء. وهذا المشروع سقط كما سقط الشرق الأوسط الجديد، وكما سقطت صفقة القرن ببسالة وصمود المقاومة في الميدان. فهو حتى الآن نراه يضرب حتى في الضفة الغربية، يضرب البنى التحتية، يضرب المدارس، يضرب المستشفيات، لا يريد وجود لأي مقومات الحياة، وهو يعتمد الآن سياسة التجويع في غزة، هذا السلاح الفتاك، لأنه لم يستطع بعد 11 شهر بعد 50,000 طن من المتفجرات ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة، ولم يستطع أن يوقف عمليات المقاومة أو صواريخ المقاومة، بل رأينا أن هذه العمليات تزداد من ناحية النوع والكم، وأصبحت عمليات نوعية على الجيش المهزوم في هذا الإطار. انطلاقا من حديثك دكتور محمد حول الوضع في الضفة الغربية، مشاهدينا بالفعل قوات الاحتلال كانت قد قتلت 5 فلسطينيين في طوباش شمال شرقي الضفة، وفجرت كذلك عددا من المنازل في مخيم طول كرم. نتابع. لم يمضي كثيرا من الوقت بين تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وعملية دهس نفذها فلسطيني من قرية رفات شمال غربي القدس استهدفت جنودا للاحتلال قرب مستوطنة جفعات أساف المقامة على أراضي قرية برقة شمال شرقي رام الله. الحصيلة مقتل جندي وإصابة آخر إضافة إلى المنفذ.
نتنياهو وحكومته الفاشية هو المسؤول عن كل التصعيد الجاري، هو يريد أن تتفجر الضفة الغربية، ويريد أن يفجر الأمور في الشمال، ويريد أن ينفذ أيضا اغتيالات لتخريب أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذه الحكومة الفاشية تعلن نواياها بكل وضوح وصراحة، ضم وتهويد الضفة الغربية بالكامل وترحيل الشعب الفلسطيني بكامله. في طوباس شمال شرقي الضفة 5 شهداء ارتقوا في عملية اغتيال استهدفهم بها طيران الاحتلال المسير، فيما اقتحمت آليات إسرائيلية المدينة وبلدة طمون إلى الشرق منها ونفذت فيها حملة دهم واعتقالات، فيما انتشر قناصة الاحتلال في مباني طوباس وحوصر المشفى التركي فيها وفرض الاحتلال حظر التجوال هناك. قوات الأمن في دولة الاحتلال يعني بدل أن تحتوي وتحاول أن تتخذ خطوات تمنع هذا الانفجار، هي تدفع بقوة وبعنف من أجل تفجيره. الاعتقاد أنه بالعنف وبالبطش يمكن قمع الشعب الفلسطيني، يمكن إسكات هذه حالة الغليان، أعتقد أنه اعتقاد خاطئ، وسيثبت عندما تنفجر الأمور أنهم كانوا فعلا يعني يضعون رأسهم في الرمل ويتجاهلون هذه الحقيقة. قوات الاحتلال واصلت عملياتها العسكرية في طول كرم ومخيماتها، واستهدفت منازل المقاومين والأسرى في المخيم التي أحرقت بعضها وفجرت بعضها الآخر، فيما واصلت حصارها مشفى ثابت الحكومي، وشنت حملة دهم في قفين وزيتة وعنبتة شرق طول كرم، واعتقلت فلسطينيين بعد عمليات تحقيق ميداني في مخيم طول كرم وضاحية ذنابة وعزبة الجراد القريبة. استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة تدرك إسرائيل أنه سيحمل معه مزيدا من عمليات المقاومة، بعضها ينفذ بشكل فردي بدافع من الغضب والحمية، والبعض الآخر تخطط له فصائل المقاومة ردا على اعتداءات الاحتلال. نسر سلمي من أمام حاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين. دكتور أحمد عوض، يعني صحيفة هارتس في افتتاحيتها اليوم قالت أنه ما يجري في الضفة الغربية وما أسمته خلق الفوضى في الضفة، بالإضافة إلى محاولة إقامة حكم عسكري في غزة وعودة الاستيطان إلى هناك، أنه أشبه برؤية كابوسية قد تتحقق والنتائج سوف تكون كارثية. وأنقل عن ما جاء في الافتتاحية، إسرائيل سوف تتحول إلى بين مزدوجين دولة منبوذة ومثيرة للإشمئزاز في العالم. إلى أي مدى هذه الأصوات في الاحتلال في داخل الاحتلال مؤثرة؟ يعني سوف يكون لها أي تأثير بالإضافة إلى التظاهرات التي تخرج والإضراب الذي حصل، سوف يكون لها تأثير فعلي على القرار؟ رائع أنك حكيت هذا الكلام، عشان نوضحه على الأقل. أولا، جريدة هارتس هي جريدة النخبة، جريدة مش منتشرة على فكرة، يعني بيقروها أقل من 5% من الجمهور الإسرائيلي، والرؤى اللي فيها رؤى ليبرالية جدا، يسارية بين قوسين، كلمة يسارية أيضا مثيرة للجدل، يسارية، هاي آراء الهوامش، مش الآراء الشعب الجمهور، الجمهور الكبير، لا، هذه هارتس بالذات يعني إذا بدك جريدة المثقفين، جريدة الشكناز، صحيح. يعني هاي آراء قليلة و اللي معها قليلين جدا جدا. الاراء الثانيه لا، هي الاراء اللي تبعت تحرنوت ومعاريف واسرائيل اليوم، هذه وقنوات 13 و12 والى اخره، هاي القنوات وهي وسائل الاعلام اللي تعبر عن الجمهور العريض. والجمهور العريض عمليا يختار انه يكون دوله منبوذه، وزي ما كنا بكلامنا الاول، الان الجمهور الاسرائيلي مسوقا بنخبة أو قادة صغار عندهم مشكلة في القيادة، عندهم مشكلة في الرؤية، عندهم مشكلة في القرار. عمليا هم بأخذوا إسرائيل لهذه المنطقة، النبذ والحصار والمحاصرة والرفض، لأنه المذبحة ليست حلا، ولا مرة كانت المذبحة حلا. رجل المذابح أو دولة المذابح ترفض إذا قبلت يوم يومين سنة سنتين ثم ترفض. العالم لا يقبل المذبحة ويحدق فيها كل يوم، يطلع يلقى في مذبحة ويلقى في دولة ترفض القانون الدولي، لا، ممكن يقبل يوم يومين ثلاث بعدين بطله. هذه الخيارات، شوفي كيف تنهار الدول عندما يكون قادتها ما بيفهموش، ما بيعرفوش يقرروا، بيبسسوا عن الواقع، بيفهموش اللي بتغير. من 2024 2025 اللي الاحتلال بهذه الطريقه، الاحتلال اللي هو تسلب من الناس حرياتهم، هذا قرار خاطئ جدا جدا. العالم صار قريه صغيره، التكنولوجيا صغرته وقللته وكشفته وعرته، بالتالي لا يمكنك ان تمارس كل ما كنت تفعله في قبل 50 سنه
أن تفعل الآن. لا، يعني إسرائيل عمليا اصطدمت مع حلفائها، اصطدمت مع الهيئات الدولية، اصطدمت مع الجنايات والعدل والنخب والشارع الغربي المتنور، حتى مع حلفاء يعني إدارة أمريكية بس تختلف مع حكومة نتنياهو حتى بالمسائل الشكلية، هذا أيضا مهم، مهم جدا. لأنه جملة أخيرة، هناك تغير عميق بالنسبة لمظلومية إسرائيل، لسردية إسرائيل التاريخية والقيمية. هناك إعادة نظر عندما يكون هناك مثلا ممثلين كبار، أكاديميين كبار بيحكوا عن إسرائيل أنها مجرمة، عملية تغير عميق ويجب أن ننتبه له. إذن بالتالي كما قلت، رجل المذابح، دولة المذابح، الاحتلال، سلب الحريات للناس، هذا ما بينفع، بيستمر يوم يومين ثم ينتهي. ذلك إسرائيل نعم بتخطئ، إسرائيل تذهب إلى الهاوية، إسرائيل بهذا القتل وهذا الذبح، وأعتقد أنه هذا القتل هذا والإبادة الجماعية بهذه الطريقة، أعتقد أنه هذا مرحلة ما قبل النهاية، لأنه دائما المنفصل عن الواقع بنجن في نهاياته، وأعتقد أنه هذا مش قوة. يعني هذه المذابح اللي بتصير في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وفي لبنان ما أعتقد أنها مسألة قوة، أعتقد أنه هذا جنون، يعني هذا تخبط، يعني هلوسي مش أكثر مش أقل. دكتور محمد قنصو، كي نتحدث عن جبهة الإسناد اللبنانية قبل أن نختم هذه الساعة من التغطية، يعني حزب الله خلال ما يقارب سنة من هذه الحرب حافظ على جملة من المعادلات، بمعنى التهجير مقابل التهجير، الضرب في العمق مقابل الضرب في العمق، الجولان مقابل البقاء وغيرها من المعادلات. فعليا هذا الثبات الذي تبديه المقاومة الإسلامية جنوب لبنان إلى أي مدى ينعكس مباشرة على الموقف التفاوضي لحركة حماس؟ طبعا جبهة الجنوب تخطت مفهوم جبهة الإسناد، وأصبحنا اليوم أمام جبهة حرب حقيقية على مساحة 120 كيلو، والمقاومة اللبنانية تابعت عملياتها وفقا لمنسوب تصاعدي ونوعي، فأصبحت العمليات التي تقوم بها المقاومة أصبحت قوة ردع بالنسبة للعدو الصهيوني، وليس فقط الرد على أي اعتداء، فأصبحت هذه المقاومة قوة رادعة يهابها الصهيوني، وحتى الآن هو يهول. سابقا لدينا تجربة كبيرة عبر عقدين من الزمن مع هذا العدو الذي لا يعير أي اهتمام لأي موقف دولي أو قرارات دولية، إنما بسالة المقاومين هي التي حررت الأرض. في هذا الإطار، لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي هناك أكثر من 150 ألف مستوطن تهجروا من مستوطناتهم في الشمال، وهذا أصبح عبء إضافي على المجتمع الصهيوني الداخلي، وأصبح هناك أكثر من 700 ألف منذ بداية هذا العدوان، 700 ألف مستوطن غادروا الكيان دون رجعة، وهذا فرضته معادلة المقاومة وقوة الردع التي فرضتها المقاومة، والتي أسقطت الهيبة والغطرسة الصهيونية سواء على التفوق العسكري أو الاستخباراتي، وأصبحت مسيرات المقاومة تطال ضواحي تل أبيب وتضرب في الأماكن الحساسة، وليس آخرها عملية الأربعين وضرب الكتيبة 8200 في جليلوت في ضواحي تل أبيب. وكل يوم تفاجئنا المقاومة بإنجاز نوعي، وأصبحت المقاومة هي ثقافة ومفهوم على محور طويل يمتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان، وهذه الساحات أصبحت ساحات موحدة، وكل يقوم بدوره في إسناد القضية الفلسطينية، وهذه العمليات التي تقوم بها محور المقاومة هي رافعة أساسية في عملية التفاوض التي تفاوض فيها حماس باسم كل فصائل المقاومة وبالأحرى كل محور المقاومة، لأن كل هذه الجبهات مرتبطة ارتباطا وثيقا بوقف حرب الإبادة في غزة. فطبيعة الحال هذه المقاومة التي أشغلت ثلثي الجيش الصهيوني في شمال فلسطين وأربكته بعملياتها النوعية كان لها تداعيات إيجابية على الواقع الميداني في غزة وفي المحور على المستوى العام. نعم.
دكتور أحمد رفيق عوض، كي نختم معك ولو سريعا فيما يخص المساعي الأمريكية من أجل الوصول إلى تسوية في جبهة الشمال، ولا سيما أن عاموس هوكستين المبعوث الخاص الأمريكي من المتوقع أن يصل للحديث حول هذا الوضع في هذه الجبهة تحديدا في الأيام القليلة المقبلة. هل من الممكن أن نشهد أي تسوية فيما يخص جبهة الشمال بمعزل عن وقف إطلاق النار في الجنوب أو في غزة، أم أنه هذا ضغط أمريكي إضافي من أجل التوصل إلى حل شامل؟ ليس بالضرورة تسوية ولكن تهدئة. يعني هذا أعتقد أنه كل ما تريد أن تفعله الإدارة الأمريكية هو تهدئة الوضع حتى لا ينجر الإقليم كله إلى حرب. لأنه كان هناك اعتراف على فكرة قبل يومين أنه الإدارة الأمريكية قالت أنه في شهر أغسطس كانت قالت أن هناك في فرصة أخيرة من أجل تهدئة الأوضاع وامتصاص الردود الإيرانية وردود حزب الله. إذا بالتالي الإدارة الأمريكية معنية بالتهدئة وليس بالضرورة بالتسوية. التسوية صعبة شوي والظروف لم تتحقق، بالتالي كل ما تريد أن تفعله أمريكا هي التهدئة بطرق مختلفة دبلوماسية وغير دبلوماسية. كل الشكر لك دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، كنت معنا من رام الله. الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الخبير في العلاقات الدولية دكتور محمد قانسو. مشاهدينا، هذه الساعة من التغطية وصلت إلى نهايتها. شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.